بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المشاهد الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول الأمثال القرآنية، والمثل الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة بإذن الله عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله ومن أصدق منه قولا وقيلا، وما الله بغافل عما تعملون. هذا المثل القرآني العظيم أيها الأحبة الكرام يبين الله سبحانه وتعالى فيه حال أولئك القوم من بني إسرائيل الذين أنزل الله عز وجل عليهم الآيات، والذين برأ الله سبحانه وتعالى ذلك القتيل، ومع ذلك قست قلوبهم والعياذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا الكاف للتشبيه والتمثيل، فالله سبحانه وتعالى شبه سبحانه وتعالى هذا المحسوس بالمعقول، فالله سبحانه وتعالى قال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي كالحجارة، بل إنها أشد قسوة من الحجارة. حينما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قسوة القلب، ما تحدث الله عز وجل عنه لأمر سهل أيها الأحبة الأكارم. إن قسوة القلب أخطر ما يكون في قلب المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة يا لله ما أصغرها، لكن لا لله ما أعظمها. كيف أنها هي ملك الأعضاء، هي التي تجعل العقل كذلك يعقل. قال الله عز وجل لهم: قلوب لا يعقلون بها. فإن القلب إذا صلح صلح الفكر وصلح السلوك وصلحت الممارسة. لذلك يا أحبتي الأكارم، هذه المضار يشعر بها الرجل حينما ينال أسباب قسوة القلب والعياذ بالله.